اليوم أتكلم على السلطة، وتحديدا السلطوي، رجل السلطة ماذا يفعل، كيف يحاول الحفاظ على السلطة. وأول شخص كتب عن هذا، أي كيفية الحفاظ على السلطة، هو ماكيافيلي، وهو كاتب إيطالي. قال إن الإنسان يجب أن يكون ذئبا وحملا. الإنسان الحاكم السلطوي يجب أن يكون ذئبا وحملا، ولكن يجب أن يعرف متى يكون ذئبا ومتى يكون حملا. هنا التوازن هو معيار نجاح السلطوي. والسلطوي لا يتبع الوسائل السلمية دائما في الوصول إلى الحكم وفي البقاء فيه. لذلك قال ماكيافيلي إن الغاية تبرر الوسيلة، وقالها في هذا السياق. أبدأ بالتكلم عن الطاغية كما جاء لدى أفلاطون الفيلسوف اليوناني. يقول أفلاطون الطاغية، وهنا لا يمتدحه، بل يقول إن الطاغية على قدر ما هو مخيف ورهيب هو شخص خائف، يخاف، ولأنه يخاف يعتمد على الوسائل العنفية في سلطته. نرى دائما بعض الزعماء وبعض القادة محاطين بهالة من جبروت، ولكنهم في الحقيقة هم يخافون، ولكن لا يظهرون ذلك للعامة. ويقول أيضا أفلاطون إن الطاغية ليس فقط يخاف، بل هو عبد للذين يتبعونه، لأنه مكلف دائما ومجبر أن ينزل عند رغباتهم كي يبقى في السلطة. إذن هو عبد بكل معنى الكلمة. ويقول أيضا عنه إنه لا يستطيع أن يعيش كباقي الناس، فهو لا يستطيع أن يمشي في الأماكن العامة، ولا يستطيع أن يرتاد مطاعم كالعامة. ويقول أيضا إن له آلام كبيرة في جسده، وربما حالات نفسية أيضا. هذا ما يقوله أفلاطون عن الطاغية. ويقول أيضا إن حالته هذه تشبه حالة الدولة، وهذه لائحة الصفات التي تكلم عنها هي واقعية، رغم أنه يمتلك القوة، يمتلك سلطان القوة، إلا أنه خويف، يعني جبان وعبد. وتكلم عن ذلك أفلاطون ليدل أن الطغيان لا يمكن أن يكون أساساً
الحرية، أي أن النظام الاستبدادي لا يمكن أن يكون أساساً لأي نظام يؤمن الحرية للناس. وهنا أعطي الفرق بين النظام، هناك أنظمة عديدة، النظام الاستبدادي، النظام الدكتاتوري، النظام الديمقراطي. النظام الاستبدادي عكس النظام الدكتاتوري أيضا، وعكس باقي الأنظمة، أنه لا يعتمد أساسا على الدولة، هو يغيب المؤسسات كلها وخاصة وكل مؤسسات الدولة. في الدكتاتورية أحيانا هناك اعتماد على المؤسسات، مؤسسات الإعلامية التي تنمي الإيديولوجية الشعبية وتعطيها دورا في تكريس النظام الدكتاتوري. أما النظام الاستبدادي فهو عكس ذلك تماما. أعرض بعض الصفات عن السلطوي في الحكم. في بشكل عام لا أحد من السلطويين يتخلى عن السلطة، فالسلطة بالنسبة له هي للاستمرار في الحكم، يعني هي غاية في حد ذاتها وليست وسيلة لتحقيق المطالب، حتى المطالب التي يدعي أنه سيطبقها. يعمل أحيانا، نقطة أخرى هذه، يعمل أحيانا شيء يظن الناس أنه لخدمتهم، في حين أنه يكون لخدمته هو. هذا رأيناه مثلا في كتاب مزرعة الحيوانات، كيف أنه من تحت الطاولة رئيس المزرعة تعامل مع رئيس الحيوانات الذي استلم الحكم بعد الثورة، تعامل مع أعدائه تجاريا ليكسب المال، وليكسب المال ولكي يمول ثورته بين مزدوجين. نقطة أخرى، يعمل السلطوي مثلا وزارة أعلام للكذب، وزارة دفاع، هي لا تكون للدفاع بل للهجوم، وزارة عدل للاقتصاص من منافسيه. هذه أفكار موجودة في كتب جورج أورويل. إذن غاية السلطة هي السلطة، وغاية التعذيب هي التعذيب والاقتصاص من المنافسين، وليس لإحقاق الحق أو لردع أي محاولات لإنقلاب أو لتجاوز القانون. نقطة أخرى، الحاكم في روايات مثلا جورج أورويل هو مجرد صورة لا يعرف أحد عنها شيء، وهو في الخفاء يحكم البلاد بطريقة مخالفة عن الصورة التي يبين فيها. وهنا أيضا هناك مثلا عن أن الصورة هي تحكم ولا نعرف من وراءها. رواية الكاتب البولندي كافكا، رواية القلع، بطل القصة يذهب إلى القلعة ليعرف من يحكم القلعة وعن من تصدر كل هذه القرارات. نتذكر المحاكمة، وأنا شخصيا أعتقد أن رواية القلعة هي تكملة لرواية المحاكمة،
في المحاكمة حكم بطل القصة لأسباب واهية ولأسباب مجهولة، وكانت تتخذ ضده القرارات، وكان كل رجال الأمن يطبقون القرارات ويقول هذا من سلطة عليا، ولا نستطيع نحن كلنا كل الأمن لا نستطيع أن نفعل شيئا ضدها، رغم أنهم كانوا يتوددون نوعا ما إلى هذا البطل المحكوم. لذلك ذهب كافكا إلى القلعة ليرى من هو الحاكم الفعلي وكيف تدار القرارات. لم يجد أحد في القلعة ولم يستطع الوصول إليها، وقالوا لها أن القلعة فارغة. إذن السلطة هي سلسلة علاقات اقتصادية واجتماعية وتاريخية معقدة يكون فيها الفرد مجبور أن يحكم ضمن هذه الأطر. وهنا نعود إلى ماركس، نعود إلى العالم الاجتماعي، العالم الاجتماعي مثل ماكس وبر، مثل غيره، الذين أقروا بسلطة عليا وبطبقات اجتماعية معينة هي نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وحتى فردية، ولكنها تصير تحكم كل شيء في المجتمع. نقطة أخرى، هذا الحاكم لا نعرف عنه شيئا إلا ما يقوله عنه الإعلام الذي يبيض صورته وصفحته، ونحن نتفاجأ أحيانا بالحاكم أنه معنا، وفي الحقيقة وفي النهاية نسمع في النهاية أنه ضد التظاهر مثلا، وضدنا، وضد كل ما كنا نأمل به حين نلتجئ إليه، وهو مع استعمال العنف ومع ما يحصل من فساد وقوانين جائرة، مثل بعض الحكام، مثل في لبنان مثلا بعض المتظاهرين كانوا يعلقون أمال على الحكام أن يسمعوهم، وهم الحكام أحيانا يقول نحن معكم ونحن مع مطالبكم، ولكن في النهاية عندما يظهرون إلى الإعلام على حقيقتهم يتخذون قرارات صارمة ضد المظاهرات، ويتخذون منطق آخر يبين أن المظاهرات هي ضد القانون وضد المنطق حتى بين مزدوجين. وهنا أريد أن أتعمق قليلا في هذه النقطة. الحاكم أو السلطوي ماذا يفعل إن كان شخصا أو حزبا؟ ماذا يفعل؟ يتخذ لنفسه، كل حزب يجب أن يكون له مبادئ، فيتخذ مبدأ طوباوي مثالي، ممكن أن يكون مثالي قانوني لا أحد يستطيع أن يناقشه. مثلا أنا الحزب، أنا مع ضد الخيانة، ضد خيانة الوطن. أنا الحزب مع محاربة العدو الغاشم، وأنا مع محاربة. وكل من لا يريد أن يحارب العدو أصنفه خائنا وأحلل دمه. وليس هنا فقط، بل كل شخص يتكلم بموضوع ليس بالضرورة له علاقة مع العدو، أستطيع أن أربطه مع منطق العدو لأدينه كخائن للوطن. هكذا الأحزاب مثلا في لبنان، أو في حتى في الأنظمة التوتاليتارية، إذا تكلم ضد شخص فاسد
في قرية صغيرة، يصبح في النهاية هو يخدم العدو وحلال دمه. هكذا تفعل مثلا في لبنان، إذا كان حزب يريد مقاومة العدو، وإذا مثلا هذا الحزب قتل أحد أفراد الناس، وإذا اعترضنا نقول لا، أنت لا يحق لك، لأن هذا يدافع عن العدو، أنت تريد أن تقيم دعوة ضد هذا القاتل، هذا القاتل هو ليس قاتل، هو يدافع عن أرضك، وبالتالي أنت الذي يجب أن يحقق معه ويدان. يعني تنقلب المعايير وينقلب السحر على الساحر، إذا جاز القول. وإذا أيضا اعترضت على بعض أعمال هذا الحزب الذي يعارب العدو، ماذا يقول؟ كيف يدافع هذا الحزب عن نفسه؟ يقول بالقانون، أنت كل القانون والقانون الطبيعي حتى يقر بالدفاع عن النفس، وأنت تعرقل عملي كمدافع عن النفس، حتى لو تسبب عملي ضد الدفاع عن الوطن ومحاربة العدو بمقتلك مثلا. هكذا تصير الأمور. صورة الحاكم إذن بالنهاية هي مخيفة، ولكن في كتابات جورج أورويل يظهر أنه ليس فقط مخيف بل قبيح وسخيف. نرجع إلى أفلاطون، كيف قبيح وسخيف؟ يقول المفكر الكويتي عبد الله النفيسي إنه التقى صدام حسين، يقول إنه على الصعيد الشخصي أقل من العادي وغير مثقف ولا يفهم بكثير من الأمور، ولكنه محترف في الحكم وذات رهبة وهيبة. كان يقول إنه كالكهرباء، له هالة كالكهرباء. وإذن هنا بما أننا تكلمنا عن الدكتور عبد الله النفيسي، يقول الحكم، ومن هنا أقول أستنتج أنا أن الحكم والسلطة صعبة جدا، صعبة كثيرا. يقول الدكتور عبد الله النفيسي الحكم ليس جلسة شاي، ليس جلسة قهوة نتسلى بها. الحكم يرتكز على 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 مواهب يعني وأعمال قد تصل إلى 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 مصفى الموهبة. يعني نقول هذا الحاكم له موهبة، له كاريزما، لا نستطيع أن نتصرف مثل أي حاكم أمي ونصل إلى هيبته وقوته وأحيانا ذكائه حتى لو درسنا العلوم السياسية لسنين. نقطة أخرى، يتخذ الحكم مبادئ متناقضة، الحرب من أجل السلام، المعرفة هي الجهل، الحرية هي العبودية للدولة. هذا ورد في كتاب 1984 لجورج أورويل. وهذا، وأريد أن أبدأ بتفسير هذه النقطة من الدين المسيحي. الدين المسيحي يقول كلما كنت ضعيفا ونابذا لجسدك كلما كنت قريبا من الله. هذا في الدين
تعاليم الدين القديمة، وهذا من سياسات الدين. الدين الكنيسة كان لها سياسة لسياسة تفقير الناس وتجهيلهم كي يكونوا دائما تحت جناح السلطة والملك. وفي لبنان أيضا، في لبنان هناك مقولة سياسية بني عليها التاريخ اللبناني، قوة لبنان في ضعفه. يقول جورج أورويل هناك علم شعبه. ماذا علم شعبه؟ أن الحرية هي العبودية للدولة. هكذا تعلم الأنظمة السلطوية شعبها كي تبقى تسيطر عليه. هذه نقطة مهمة جدا. وزارة الحقيقة إذن هي لتزييف الحقيقة، وزارة التموين لتجويع الناس. وزارة الداخلية هي التي تضع العبوات الناسفة وتحتكر السلطة. نقطة أخرى، في كل نظام سلطوي هناك شخصيات سياسية معارضة، ولم تأتي بالصدفة ولم تأتي بقوة المعارضة، بل السلطة هي التي تأتي بها. المعارض يكون أحيانا وفي الغالب شخصية مزعومة، لأن السلطة أساسا تضع لدى هذا الشخص إمكانيات سلطوية كثيرة وتقول أنت اعتبر نفسك أنك معارض، تستقطب كل الموجات المعارضة الحقيقية، ولكن لاحقا نتفاوض معك وتستطيع إقناعها بالتنازل عن مبادئها. وليس هذا فقط، ليس هذا فقط أبدا، بل السلطة تحتاج أيضا إلى معارض. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى عدو. نعود هنا إلى النقطة السابقة، لماذا تحتاج إلى عدو؟ لكي تجيش كل الوحدات المجتمع وتوحدهم تحت راية التقاتل ضد شخصية خارجية. أفضل من أن يتقاتلوا ضد بعضهم، وأفضل من أن يقاتلوا السلطة المركزية. إذن هي تشجع المعارضة لكي تبقي السلطة سيطرتها الأمنية والحديدية في البلاد. يقول جورج أورويل لو لم يتعاموا عن معرفتهم لأصيبوا بالجنون. هذا يدلك على عمق التعب الذي يصل إليه الجماهير. هم يعرفون أن السلطوي سلطوي وطاغية، وهم يعرفون أنهم يملكون الحقيقة، ولكنهم هم أنفسهم يتعامون عنها. لماذا؟ لأنهم لو ظلوا فاتحين أعينهم لظلوا في صراع دائم، ولتعبوا ولأصيبوا بالجنون. هذه جملة عميقة لجورج أورويل في هذا الكتاب 1984. يقول أيضا جورج أورويل لقد رأيت معارك كبيرة يكتب عنها عندما لم يكن هناك معارك. إذن معظم المعارك التي يعملها السلطويون وهمية. ورأيت صمتا كبيرا عندما كان يقتل مئات الرجال، لكن عندما كان يقتل مئات الرجال كانت السلطة تضرب طوقا إعلاميا على ذلك. لقد رأيت الثورات
عفوا، لقد رأيت القوات التي تحارب بشجاعة تدان بالجبن. انقلاب المعايير، الذين يقتلون براءة لا يتكلم عنهم، والذين لا يفعلون شيئا تكتب عنهم قصص بطولية، والقوات التي تحارب بشجاعة يوصفون بالجبن والخيانة. الخيانة، نعود إلى النقطة التي تحدثنا عنها سابقا. كل من يدافع عن مبادئ الحرية والمساواة يدان بالخيانة للمبادئ التي قامت عليها الدولة على أنها تحمي البلد من العدو. ورأيت آخرين لم يحاربوا قط، ولم تطلق عليهم طلقة واحدة، يحيون كالأبطال في معارك وهمية. ويقول أيضا جورج أورويل في مكان آخر: يتبعون الزعيم ليس سعيا وراء الحرية، بل سعيا وراء العبودية. ويقول جورج أورويل: الزعيم يخيف الناس حوله ويخوفهم من عدو محتمل كي يتحلقوا حوله ويسمعوا له ويطيعوه. هذا ما تكلمت عنه سابقا، وأعطيت منه مثلا أمثلة حالية من التاريخ الحالي. يقول جورج أورويل: كل ثائر اليوم هو طاغية الغد. هذا عنوان كتابه مزرعة الحيوانات. ويقول جورج أورويل أخيرا بكيفية، البعض يتساءل كيف يتمكن السلطوي من السيطرة، ذكرت هنا، من السيطرة على شعبه بهذه الطريقة. وبعض الدول الآن تتمنى أن يعود، لو كان صدام حسين موجودا لكان ضبط الأوضاع الفوضوية في العراق مثلا، ولكن هذا ليس رأي راجح، لأن الآن في ثورات الربيع العربي تقوم الطبقات المسيطرة والطبقات العدوة لحقوق الشعب بأن تلعب اللعبة نفسها، بأن تعمل فوضى وتخير الناس بين الفوضى وأنا، لكي تغير من نمط تفكير الشعب ولكي يكرهوا الثورة، في حين الثورة هي بالمبدأ هي جيدة وتحمل بذورا جيدة. إذن يقول جورج أورويل: كيف تتمكن، هي شخصية وينستون في كتاب 1984، كيف يا وينستون تستطيع أن تحكم الناس وتتحكم بالناس؟ يجيب بأن أجعلهم يعانون. عندما تجعل الناس تعاني تركض وراءك لتؤمن لها فتات الخبز. الآن مثلا في لبنان يحرمون الناس من الأدوية ومن الطعام، لماذا؟ تحضيرا لكي يأتوا بسلطة جديدة يقبلها الناس، يتقبلها بشكل سريع، ويقول لأنها أفضل من الجوع ومن السلطة السابقة التي لم تعطينا شيء.